النقطة الثانية قال فيه حسن التأدية إليهم عند المداينة، ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. لا يشترط الزيادة لكن حسن الأداء. الشرع لم يأمرك فقط بأداء الدين وإنما حضك على حسن الأداء. ما الفرق بينهما؟ دفع الدين، سداد الدين، أن تأتي بقيمته في وقته، لكن عندنا شيء آخر، حسن التأدية، أنك تزيد على الدين إكراما لهذا الشخص. هو أعطاك مالا فأنت ستؤديه في وقته وفي مقداره، لكن مثلا أن تقول له جزاك الله خيرا، فشكره من صور حسن التأدية. اثنين، كما قال أخونا هنا، مثلا إعطائه شيء زائد غير متفق، ها، غير متفق بينهما، وطبعا كثير من الناس قد لا يقبل، لكن لو قبل لا حرج أنه هذا غير متفق عليه. إنسان أقرضك دينارا فبعدما سددته الدينار أعطيته قطعة حلوى، فبعدما سددته الدينار أعطيته قطعة حلوى، هذا إيش؟ من حسن التأدية. فإذا واحد شكره، اثنين إعطاء شيء زائد غير متفق عليه ولا مشروط، ثلاث، نعم هذا من الأشياء المهمة، ألا تأتي، ألا يأتيك ولا يطالبك، وإنما لا تفتح مجالا لأن يطالبك ولا أن يأتي إليك، بدك مصاريك تأخذهن كما نسمع من بعض العوام أو ما شابه في هذا الزمان وهكذا. فإذا هذه النقطة ثالثة. على كل حال كلام طويل لا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك.